عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نشكر الأخت وبنت عمتي صابرين نوفا على الوصفة ديال اليوم اللي غنجرب ديال العدس الأحمر. العدس الأحمر، وبغيت نقول واحد الدعاء في حق الناس اللي غابوا علينا. الله يرحم الحاجة الزهرة ويرحم دادا ويرحم مامات صابرين نوفا، ويبارك لك إن شاء الله في نوفا. رحم الله أرواح لا تعود ولا تولد مرة أخرى. اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين. اللهم اجمعنا بهم في جنتك. اللهم اغفر للأغلى من أغلى من غابوا عنا. رحم الله ضحكات لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وحديث اشتقنا لسماعه. رحم الله كل روح غالية تحت الثرى. الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. شكرا صابرين نوفا، الله يبارك لك في بنيتك. إن شاء الله نقدم الوصفة اللي عطيتيني في القناة ديالك. هاد البنات الوصفة زوينة، جربوها. غنحط لكم الرابط ديال صابرين نوفا. غنحتاجو إن شاء الله العدس الأحمر، ونحتاجو الكرافس، ونحتاجو المعدنوس، نحتاجو إلى البصل، ونحتاجو إلى هذا البطاطا وخيزو. أنا هي صوبت هذا، دارت بالقرعة الحمراء. أنا ما موفرش عندي القرعة الحمراء، نعوض بالبطاطا وزيت الزيتون، شوية زيت زيتون، شوية زيت العادية، والإبزار والملح. يلا نمشي معكم. بسم الله، توكلنا على الله. شالوا البوطة ديالنا، ناخدو زيت الزيتون، نخلط بين زيت الزيتون الزيت العادية. هاد الوصفة دغيا تتوجد. ندير البصلة، دغيا تتوجد. ندير العدس، привезли забыла по-русски. Нам сегодня будем готовить суп из сюда. Красный чечевица, нам должна быть чечевица красная, морковка, картошка, что это немножко сельдери и немножко петрушка, и все. انا البورو ما متوفرش عندي، شتي علاش ما درتوش. ناخذ صافي هيك، خلينا نروح بالماء ونخليه. انا ما نديش ما تخنوش اطراز ما يرضيش عليه. هاد الطبق هنا زي ياكل هكذا، يكونوا مربعات يا شعب. ان شاء الله المحل تاعنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه هي النهايه ديالتنا، او الطبق النهائي ديال الصوب بالعدس الاحمر. تجي زوينه. شكرا ناديه، الله يحفظ لك صابرينا ويبارك لك فيها. والى اللقاء في شهية طيبة، والى اللقاء في وصفة ثانية ان شاء الله.